وسيادة النائب عندها ملف خاص بالدواء ونقص الأدوية وبعض الأدوية كمان مرتفعة أسعارها غالية، ماذا عن هذا الملف وهنحل النقص إمتى وإزاي وإيه اللي بيحصل في الملف ده تحديدا الأدوية؟ هو طبعا يعني ملف الدواء ملف هام جدا، وده بعد ليه بعد أمن قومي، وطبعا الدولة يعني في هذا المجال يعني متنبهة لهذا الملف بشكل كبير، سواء من خلال المسؤولية الرئيسية لهيئة الدواء المصرية أو معانا هيئة الهيئة أو الشراء الموحد، ومع طبعا وزارة الصحة كمسؤولية سياسية ومسؤولية دستورية على صحة المواطن اللي جزء كبير منه بيبقى في مجال الدواء. لكن ببساطة هو الدواء تأثر زي أي سلعة فيها مكونات دولارية تأثرت من خلال العام ونص اللي احنا مرينا بيهم. ما تنساش برضو ان احنا مرينا بفترة يعني كان فيها أزمات خطيرة جدا، سواء في المستلزمات أو المستهلكات أو في الأدوية. ولكن أنا شاهد إن إحنا كنا من خلال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومن خلال السيد رئيس البنك المركزي كنا في اجتماع أسبوعي، يمكن ما حدش يعرف المعلومات دي، لكن منذ بداية الأزمة وإحنا استشعرنا عدم وجود يعني عملة نستطيع إن إحنا تبقى مكفيانا زي ما كانت موجودة قبل كده، فكنا بنحط أولوياتنا علشان نقدر إن إحنا ما يحسش المواطن بنقص في أي شيء. ضيف على هذا طبعا ضيوفنا من غزة والصراع اللي حصل واستضافتنا لآلاف عشرات الآلاف من المصابين والجرحى أو حتى المترددين على مستشفياتنا سواء أمراض المزمنة، وعمرنا ما أثرنا في ملف غزة وملف السودان قبلها. كل دي إضافات مع الأزمة الاقتصادية أثرت على سلاسل الإمداد بالنسبة للدواء المستورد، أثرت على مستلزمات الانتاج من الاساسيات الخاصه بصناعه الدواء اللي احنا بنسميها المواد الخام وغيره، المواد الخام ومش مواد الخام، ده المواد الخام وساعات القصدير اللي بيتحط فيه الكبسولات وفي ساعات الازايز، ساعات يعني في مكونات انتاج كبيره جدا وضخمه جدا. مع مرور الوقت طبعا تاثرت المخزون اللي كان متوفر علشان نقدر ان احنا نعمل اوردر او نقدر ان احنا نطلب طلبيات، ده أثر على حتى المنتج المحلي تأثر. فإذا إحنا عانينا بفترة طويلة جدا من بعض النواقص في بعض الأدوية، ولكن هناك ثقافة أيضا لابد نتكلم فيها، وهو أن الدواء ليه بديل وليه مثيل. المثيل هو نفس التركيبة الكيميائية للدواء ولكن بمسمى آخر، فساعات الدواء تنزل تلاقي أنت متعود على مسمى معين ولون علبة معين، لو ما لقيتوش في الأجزخانة يبقى الدواء ناقص، مع أن ممكن جدا نفس الدواء ده يكون فيه اربع شركات مصريه بتنتجه. أيوة. بس بمسمى تاني وهو بنسمى عليه المثيل. لكن الطبيب بيكتب لك الدواء ده بتنزل ما بتلاقوش فبتكيد تقول انا الدواء ناقص، ومع ان هناك فيه بدائل. احنا عشان كده يعني فعلا هناك ادويه ناقصه، لكن الخبر السعيد ان احنا مع تحريك سعر الدواء بشكل بسيط، لان برضو انت مش عايز الصناعه دي تفقدها، دي صناعه في مصر بتغطي ما يقرب من 95% من الاحتياجات الأساسية في الدواء، فدي صناعة مستقرة من زمان، من أكثر من 70 و80 سنة. فإذا تأثرت بعدم يعني تحرك الأسعار نتيجة إن هم كل المستلزمات الإنتاج عندهم زادت في عرف الدولار لما تغير سعره، يبقى أنا بحكم على هذه الصناعة إنها تفشل وتقف، واللي هيعاني من هذا الموضوع هو المواطن المصري، وبالتالي هيئه الدواء المصريه وهي المسؤوله. قد ايه تقريبا ولا لسه؟ انا اتصور ان هو في حدود ما بين 25% ل 30 35%، ولكن ما تنساش ان مصر هي ارخص دوله في العالم بدون مبالغه في الدواء. ارخص دوله في العالم، وبرده ده ما بيأثرش على الدواء اللي بيصرف من خلال التامين الصحي او من نفقه الدوله، يعني الغير قادر هو غير متأثر باللي أنا بقوله ده، لأن ده إحنا بنشتريه وده مسؤولية الدولة ووزارة الصحة إنها تشتريه حتى مع السعر الجديد. اللي هم كام الغير قادر اللي حضرتك مسؤول عنهم وعن علاجهم وعن تأمينهم الصحي تقريبا كام؟ عندنا 69 مليون مواطن مؤمن وداخل منظومة التأمين الصحي اللي هي الموجودة من سنة 64 للنهاردة. وعندنا ما دون ذلك المرضى المقيدين او اللي بيخشوا على قرارات نفقه الدوله بيتصرف لهم العلاج ايا كان ثمنه وايا كان دقته، حتى علاج الاورام، علاجات المناعه، كل ده مصروف. يبقى اذا احنا بنتكلم هنا على المواطن العادي اللي هو لا يمتلك تامين صحي وما بيروحش ياخد قرار على نفقه الدوله، هو ده اللي ممكن
يلاقي مثلا الدواء اللي كان بيجيبه متعود عليه ب 15 جنيه، بقى ب 25 جنيه، او بقى ب 28 جنيه، او ما شابه ذلك. لكن هو ده الحل الوحيد اللي هيئه الدواء وهي المسؤوله عن التسعير. وانا بأكرر ان اجراءات التسعير هي من سلطه طبق لقانون لهيئه الدواء المصريه، اللي هي بتعمل عمل حقيقه رائع جدا مع كل المصنعين، لان هناك لازم يكون في توازن ما بين الصناعه، انت مش عايزها تخرج بره الانتاج. نعم. واحنا هنبقى اكتر ناس متاثرين، وبين المواطن وامنه القومي في وجود الدواء واليسر الحصول عليه، وايضا قدره المواطن على ان هو يستطيع ان هو الدواء الامراض المزمنه او الادويه اللي هو ماشي عليه يقدر ان هو يعمل. فطبعا هذا النقص مع هذه المعادله الكبيره قدرنا ان احنا نصل بيها الى حلول يعني ممتازه. الحلول دي ان شاء الله هنجني ثمارها في خلال الشهور القليلة القادمة، وتعود الـ يعني كل النواقص إلى ما كانت عليه بعد أن يكون هناك عودة لخطوط الإنتاج في المصانع أنها تقدر تشتغل. لأن بتكلم على المنتج المصري، حتى المنتج المستورد بنقدر إن إحنا نجيبه. فإذا الخبر السعيد إن فعلا إحنا عانينا وبنعاني وبنعتذر للمواطنين على هذا الإجراء اللي هو كان خارج عن إرادتنا نتيجة تغيرات في الأسعار العالمية. وفي وتخلي بالك الدواء في مصر مسعر. يعني يمكن تلاقي منتجات زراعيه مش مسعره، ولكن الدواء مسعر. لا يستطيع صيدليه او شركه انها تبيع اكتر من السعر، واي حد بيحرك حتى ولو 50 قرش او جنيه لابد ان يعود الى هيئه الدواء وهي المسؤوله عن هذا الموضوع. فاذا المعادله كانت صعبه، لكن الخبر السعيد ان شاء الله هذا الموضوع بدا الحل. بدانا قبل نهايه هذا العام؟ لا بكتير بكتير. انا بتكلم على شهرين ثلاثه تعود الامور ان شاء الله على ما كانت عليه، والبوادر تمت، وبدانا بالفعل في عوده استيراد المواد الخام ومواد الانتاج اللازمه للمصانع المصريه العظيمه والمحترمه اللي وقفت مع الدوله المصريه في كورونا وفي كثير من المواقف. ونحمد ربنا ان احنا عندنا صناعه هامه جدا ومتميزه جدا، قدرت انها تغطي على الاقل 90 95% من احتياجاتنا. هناك دول بتعتمد في كل احتياجاتها على المستورد، ولكن هذه هي الصناعه المصريه التي بدات من اواخر الثلاثينات لحد النهارده مستقره، بل بالعكس مع زميلي استاذ فريق كامل وزير وبتكليف من دوله رئيس مجلس الوزراء، احنا نازلين الفتره اللي جايه لدعم هذه الصناعه من خلال ملف التنميه الصناعيه المسؤول عنه فريق كامل الوزير، علشان نقف جنب الصناع ونضاعف في صناعه الدواء، لانها صناعه مستقره وموجوده، والبناء عليها هيوديك على طول فيما تربو اليه من تصدير ومن يعني تقليل من الاستيراد في الدواء بشكل عام.